حدثنا حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمره قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمره لا تسال الاماره فانك ان اعطيتها عن مساله وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مساله اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير